لقاء اليوم ننظمه بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة لجهة طنجة تضمن الحسيمة. هذا المنتدى هو يعني منتدى النسخة 16 من منتدى ميدا وومن، وهو نساء المقاولات البحر الأبيض المتوسط، أيضا بشراكة مع جمعية غرف التجارة للبحر الأبيض المتوسط. هذا اللقاء من شأنه أن ينظم للمرة الأولى في المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. يعني الهدف دياله هو اليوم يعني من الأهداف اللي غادي تكون أنها يعني توطيد العلاقات مع هذه الدول، ويعني إعطاء المعلومات والصورة الحقيقية على يعني على المغرب الحقيقي وما يجري في المغرب من تطورات اجتماعية اقتصادية وثقافية، سواء بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للاستثمار بصفة عامة. اليوم عندنا هذا الملتقى ديال ميدا وومن، معناه ملتقى ديال البحر الأبيض المتوسط لرائدات الأعمال النساء المقاولات، وهذا كيتنظم من غرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة طنجة تضمن الحسيمة بشراكة مع لافيم وبشراكة مع جمعية غرف التجارة ديال البحر الأبيض المتوسط، وكذلك الجمعية ديال النساء المقاولات ديال البحر الأبيض المتوسط. والحمد لله كان لقاء ناجح ومهم مع حضور وازن من عديد كبير ديال الدول المتوسطية واللي زارونا اليوم، وكان مناسبة باش يتبادلوا الخبرات ما بين الدول المتوسطية كنساء ويشوفوا كل دولة في وسط القوانين ديالها من أجل تمكين المرأة. والحمد لله وصلنا ولاحظنا بأن المغرب تحت القيادة الحكيمة ديال صاحب الجلالة، وطبعا كما كتعرفوا بأن هذا تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة، هذا اللقاء دار تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة اللي كنشكروه من هذا المنبر، وكنتمنوا إن شاء الله يكون رائد ديال هاد البلاد ويشوف هاد البلاد التقدم ديالها والازدهار ديالها بكل ما كنتمناو المغاربه كاملين. جينا للمغرب بدعوه من جمعيه النساء المتوسط للاعمال، اللي هي جمعيه تضم العديد من الجمعيات لعده دول في بلدان حوض البحر الابيض المتوسط. جينا يعني نشاركوا في الدورة هذه، هي الدورة 16 وإحنا دائما نشاركوا، يعني مش أول مرة نشاركوا فيها، ونعرفوا بالنساء صاحبات المشاريع التونسيات يتعرفوا على نظيراتهم في المغرب، في الوفود الضيفة اللي جات من الأردن، من إسبانيا، من إيطاليا، من تركيا، من مصر، يعني من عديد البلدان، ونسهلوا التواصل بين هذول النسوان باش يعملوا مشاريع ويعملوا حاجات يعني مشتركة اللي تساهم في دفع اقتصاد البلدان من الجهتين. احنا جايين من الأردن ممثلين للمملكة الأردنية الهاشمية. الإنسان ما بينقطع عن حياته اللي هو عايشها، فما بين الألم اللي عم بنشوفهم بلبنان وبفلسطين ومرورا بالأردن بلد الرباط، احنا جايين هون عشان كلنا نتساعد بالقدوم
نحو أهداف تحقيق التنمية المستدامة للمرأة العربية، لأن المرأة العربية بالمغرب العربي عندما تتطور وتحقق أهدافها سينعكس ذلك على كل الدول العربية، وسنستطيع تحقيق جميع أهدافنا وإزالة الألم العالق في أذهاننا جميعا في الظروف الحالية. شكرا. تشرفنا اليوم بحضور الملتقى لدول رائدات أعمال دول البحر الأبيض المتوسط في دورة 16 بالمملكة المغربية بدعوة كريمة من غرفة تجارة طنجة. مشاركتنا اليوم نحن نمثل سيدات الأعمال في ليبيا ودورهم الهام في انضمامهم إلى المنظومة العالمية من سيدات الأعمال في كافة دول العالم. دورنا هام في دعم المرأة في كافة المجالات الاقتصادية وخلق شركات حقيقية للتعاون بينهم وبين نظيرهم من سيدات الأعمال في كافة الدول العربية والمغاربية والإقليمية وحتى العالمية. نمثل دور المرأة الناشطة في المجال الاقتصادي والمساهمة في التنمية الاقتصادية سواء في بلادها أو رسالتنا الهامة في دورنا في التنمية الاقتصادية على الصعيد العربي والعالمي. نتمنى التوفيق في هذه الدورة ونشكر المملكة على هذه الاستضافة، ونتمنى أن نرى دورة قادمة في ليبيا بإذن الله. جينا من مدينة سبتة باش نزلوا مع هذا المؤتمر وفرحانين بزاف، وجمعنا النساء ونساء العمال وفرحانين بزاف بهذا الاستقبال اللي عملنا مع النساء كله من هنا من جهة من مصر من تونس، وفرحانين بزاف. ناقشنا كثير ديال ناقشنا كثير على حسب الديجيتال وعلى الحساب وعلى النساء في الشغل ولا في العالم ديجيتال. Bonjour mesdames et messieurs.